هبة ريح. طبعا هذه الفقرة يا جماعة الخير هي فقرة فيحان بن ماضي، وعليها أمور كثيرة، بس ودي تعطونا الملخص، عطونا الملخص وبعدين نتكلم عن فيحان. جوان ابن درون غجر الروح القدس بنواف الأرماني. إيه 3100 نقطة بسحبها من الترك. كيف كان شعورك أول ما طلعت ثلاث أيام اللي قبل الله يوم. واحد من أخيك يمجازيكي في صد ختام. نذكر بوقف اليتيم الأول، بادر لو بريال. وحنا الآن شكرا لكم على حضوركم اليوم، الله يطول عمرك، الله يبيض وجيهكم وما قصرتوا، وكانت حلقة خفيفة لطيفة ما فيها تكلف جدا. طبعا يا جماعة الخير للمعلومية، فيحان عنده يوم واحد بس اللي هو يوم الجمعة. تخيلوا من الأسبوع عنده ستة أيام. طبعا هو يكون عنده عصرية الجمعة، زين عنده ستة أيام. الستة الأيام هذه ما قدر يعد الفقرة إعداد صحيح، أبدا ما قدر يعد. أنا من بداية البرنامج إلى وقتنا هذا ما أقنعني فيحان، أبدا ما أقنعني. وستة أيام عندك يا رجل، ستة أيام عندك يا أبو ماضي، يعني تطبخ فيها اللي الفقرة تسويها وتطبخها وتنضج وتبردها وتقدمها. يعني أنت سكريبت 2 كانوا يسمونه يا جماعة الخير القناص فيحان. وينك وين القناصة يا فيحان؟ والله إن القناصة في ديرة وأنت في ديرة. إيش هذا؟ حرام عليك يا أخي اللي قاعد تسويه. ستة أيام جمهورك يستناك، أهلك يستنونك، المتسابقين يستنونك تجيهم شيء عظيم، شيء ما حد سبك عليه. ستة أيام والله لو تبغى ما أدري وش تسوي اللي تسويه، تجي بأشياء يعني معيودة ومكررة وأشياء باهتة، ولا تخلي الجمهور يقف عندك دقيقة يا أخي، طالع فيك كذا في الشاشة ويمشي ويخليك. ما يصير يا فيحان يا أخي، خلصنا شهر وانت كل اسبوع نفس الموضوع. اذا ما انت قادر اعتذر يا اخي واطلع، ولا انت ريان خذوا بعضكم وروحوا يا اخي، اتركوا الفقرات. دائما اقول لكم انتم الناشئين في الاعلام، فيحان وطقته، اقول لك يا اخي اعتني بفقرتك، هتكون بهذه الطريقه، هذه طريقه ممله ساذجه ما حد يبيها، حتى المتسابقين قاعدين يجاملونك. خليك صديقي، خليك خويي، خليك كلام فاضي يا فيحان. تعال ادهشني، ادهش الجمهور، خلي الجمهور يدورك الاسبوع الجاي، يستنى يعد الايام عشان تجي الجمعه وتجي عصريتك. نيته عصريه الجمعه من يحصل عليها؟ للاسف انك حصلت عليها يا فيحان ولا قدرت. فيحان طبعا هو هي فقره يوم واحد في الاسبوع، الايام الباقيه سته، ستة أيام ثلاث أيام يفكر، وثلاث أيام ينوي، ويجي يوم فقرته طال عمرك عادي. أتوقع يوم الجمعة لك لحالك، الميدان لك لحالك، الجمهور لك لحالك، المتسابقين فاضين ورايقين لك. فيحان في مثل اسمه فكر خارج الصندوق، يا أخي عطني شيء خارج مألوف، ما هم معقولة اللي أنت تأديه في البرنامج الآن. إن هذا فيحان اللي حن نعرف ما. والله المتسابقين دولي، عفوا المقدمين، انا عقلي مع المتسابقين، لكن المقدمين دولي ثلاثة او اربعة مقدمين، زين والله اتوقع انهم الستة الايام هذه اللي يجلسونها ترى ما عندهم كلهم الا فقرة واحدة، الفقرة الوحيدة اللي تجلس، او يمكن معنا ابو فقرة الديوانية اعتقد كم يوم، لكن باقي الفقرات كلها يوم واحد، يوم واحد. اتوقع انهم يطلعون من الفقره هذه يروح يرقد، او انه يسج مع اخوياه وتلقاه منطعس في طعس، ولا لين يقولون بكره ترى فقرتك، ها جاك طال عمرك حط هذا وجاي عدي ودخل مع الباب وشاف لأي شيء في الطريق واخذه معه. ما يحضرون ترى، تتوقع ما يحضرون ولا ما يحضر. هي وش يسوي؟ هو قال فقرتك، قال له السلام عليكم فقرتي، قدم، جلس الرجال وقدم، وش جاء في راسه؟ قدمه. ما يصح هذا تعطيه فقره هذا؟ لا تبي الصدق؟ إيه؟ إذا هو على الرتم هذا وعلى النهج هذا أنا ما راح أعطيه فقرة إذا ما أبهرني
يا أخي أنت يوم أنك متسابقة أبهرت الجمهور ويوم أنك مقدم تيجي في فقرتك تقدم شيء عادي ما نقبل. حنا نبغى إبداع زي يوم كنت مبدع. ها خلاص هو الواحد اللي حصل على نجم الجمهور ما عاد في حمد بصرح مع ثنتين من الغنم ثنتين من الغنم ما صرحت معايا. الحمل عليه صعب. الحمل عليه صعب يعني. أنا أقول دائما لأخوي فيحان أنت مبدع وأنت متألق لكن ترى الناس مثلا يوم أنها تعطيك مثلا هالفقرة هذه لابد أنك تشيل الحمل صح تقدم مادة أنت تعبر عن ذاتك وتعبر عن أمورك ما يصير أنه تأخذ الأمور بهالسهالة هذه الأمور أوكد من كذا يعني. أنت كم متسابق نجحت طيب أثبت حضورك كمقدم مسألة لابد يكون فيها توازن صحيح. وإن شاء الله حنا نتفائل له خير بعد شهر بعد شهر وبإذن الله إن شاء الله بعد شهر صدقني المقدمين بالذات ريان وفيحان بن ماضي ما عاد معك معهم خلاص ولا معك معهم خراج ولا خلاص خلصنا حنا شهر وشهر وعليه ما عاد فيه وش عاد أبغى بك باقي إن شاء الله يقدرون يقدمون عليه بيعدلون أمورهم يعني بإذن الله الخير الأصيل يقولون إيجابي يا أبو إيجابي بغيت المرة إيجابي يا أخي أنت إنسان إيجابي تبرد خاطرنا بالردود الجميلة عذره سمين صراحة والله عذره سمين. طيب ودي تجيبون لي محمد بن ملحم لكبش الروم